السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالإخوة الكرام في هذا البث المباشر الليلي اللي غادي نخصوه لمباراة الرجاء البيضاوي ومضيفي الزمالك المصري برسم نصف نهائي كأس عصبة إفريقيا. طبيعة الحال مباراة إياب، مباراة الذهاب التي انتهت بملعب الدار البيضاء بهدف لصفر من تسجيل بن شرقي لفائدة الزمالك، هو الهدف اللي غادي يضطر على الرجاء البيضاوي كما غادي نشوفوا في هذا البث المباشر. إذا مرحبا بالإخوة الكرام، وديما البارتاج 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 باش إن شاء الله البث المباشر ديالنا يتنور بطبيعة الحال. إذا نرحبوا جميع الإخوة، خويا زكري زكي ونصر الرباط بركاني، تبارك الله عليك خويا زكري، خويا زز تبارك الله عليك، محمد خويا تبارك الله عليك، الإخوة الكرام كاملين اللي راهم هنا. سي أحمد توحشناك خويا، توحشناك خويا أحمد. مع الأسف. تبارك الله عليكم خويا أحمد، تبارك الله عليك خويا ياسين. بركان فين مشى محمد شاطر؟ عمري أحمد شاطر غايب علينا شوية، ولكن غادي تجي ظروف وغادي يرجع. مهدي حسن مبروك بركان، لاكاف ديما رجا، تحياتي اخويا وشكرا. ومباراة كبيرة للرجاء البيضاوي اليوم، غادي نديرو التحليل ان شاء الله وغادي نشوفوا يعني الرجاء البيضاوي فين خطأت. بيان سور خويا بالمامون، صيفط لي ميساج خويا في الواتساب ونكون ان شاء الله معنا في هذا البث المباشر، انت تدير معنا التحليل ان شاء الله. تبارك الله عليك خويا مصطفى، تبارك الله عليك خويا مصطفى، طبيعة الحال الرجل الطيب مصطفى خويا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لكل المغرب بالخصوص البراكن والبركة، تحية أخي الكريم يموني ديما بركان من أونفيرس، تحية للناس أونفيرس البراكنة في أوروبا كاملة. تبارك الله عليكم الإخوة الكرام، تبارك الله عليك خويا بالمامون، تحياتي خويا طابلة محمد غبرت خويا حميد، تبارك الله عليك خويا، الله يحفظك خويا كل شيء مزيان. تبارك الله عليك خويا العمراوي، كذلك عبو جنان المهدي خويا، تبارك الله عليكم جميعا الإخوة الكرام في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة بركان. دائما نحبكم في الله ونتمنى أنكم تبارتجوا معنا هذا اللايف، وكذلك تشاركوا معنا لما لا بالتعليق ديالكم وكذلك بالآراء ديالكم. مرحبا، نرحب بجميع الآراء بطبيعة الحال، وكذلك الهزيمة ديال الرجاء البيضاوي ما تقولوش راه هزيمة الرجاء البيضاوي، وإنما هزيمة الكرة المغربية، باش نكون واضحين الإخوان الكرام الكرام، باش نكون واضحين هزيمة الكرة المغربية باش نكونوا واضحين. إذا نرجعوا لكم، تبارك الله عليكم جميعا. إذا سي أحمد بخير خويا، أحمد الشاطي تبارك الله عليك خويا، يوميات مهاجر ان شاء الله نتاقمو في السوبر، تحياتي السي محمد تبارك الله عليك مولاي احمد، الله ينورك ديما النهضه، وتحياتي لكم الاخوه الكرام. في قاموس كره القدم الهزيمه وارده، ولكن هزيمه الرجاء البيضاوي بربعه لواحد فيها دلالات، فيها سي بركان سكوت، تحياتي اخويا تبارك الله عليك خويا، مازال باقي ان شاء الله، باقي الخير، مازال باقي الخير. تبارك الله على السي ملمون اللي راه معنا في الاستوديو كذلك. اذا هزيمه الرجاء البيضاوي الاخوه الكرام، ماشي بقى معنا السي ملمون في الاستوديو، هزيمه الرجاء البيضاوي راه ماشي هزيمه ديال الفريق المغربي، وانما هزيمه الكره المغربيه، باش الكره المصريه تغلبنا باربعه لواحد وتسبق تغلبنا بخمسه في اجمالي المباريات مع يعني مع الوداد. اذا الهزيمه هي هزيمه الكره المغربيه، الكره المغربيه الاخوان الان تعاني من غياب التنافسيه، تعاني اننا ما كنلعبوش كره، كنلعبوش كره في المغرب، مقابلين التحكيم، مقابلين المشاكل، مقابلين هذا يشرى هذا نغلي عليه، هذا قال انا ما نلعبش انا نلعب، هادي. والكره المصريه تطورت بزاف، الكره المغربيه تعاني يا الاخوه الكرام، اللاعبين كبروا
اللاعبين شرفوا، اللاعبين عياو، سي نورمال. الكره المصريه كانوا لاعبين الدوري، يمكن المغرب الدوري كان متوقف، الدوري في الكره المصريه كان لعاب. سي نورمال الفريق الرجاء البيضاوي عياو في الشوط الثاني، سي نورمال كذلك الفريق الوداد البيضاوي عياو في الاخر، سي نورمال عياو، لان كره القدم المغربيه توقفت فتره الكونفينمون، والكونديسيون فيزيك ديال الدراري لعبوا البطوله بكل شراسه، زعما جميع الفرق، وانما مرتاحوش لاعبين المغاربه، مرتاحوش. سي نورمال الاهلي ارتاح، شبعت راحه، الزمالك شبعت راحه، كانوا هما في الكونفينمون كانوا لاعبين البطوله، من بعد شبعوا راحه وهيئوا وجدوا باش انهم يغلبوا الوداد ويغلبوا الرجاء، باش نكونوا واضحين. اذا هزيمه الوداد، هزيمه الرجاء، فهي هزيمه الكره المغربيه، وانتصار بركان على بيراميدز فهو انتصار الكره المغربيه، باش نكونوا واضحين. حتى واحد ما يفرح لهزيمه الوداد، حتى واحد ما يفرح لهزيمه الرجاء، حتى واحد ما يحزن على هزيمه، على انتصار بركان، لانه انتصار المغرب. لو كنت انت مغربي تفرح مع بركان، وإلا كنت انت مغربي خصك تحزن مع الرجاء والوداد، وتنوض وتخدم باش تطور الكره المغربيه. الكره المغربيه خصها تستلم القرارات للجامعه، الجامعه قالت لك لعب، ايوا لعب، الجامعه قالت لك هكذا، حنا في البطوله ونشوف التحكيم مسيرين بطاقه الحمراء، نطيحوا بزاف، اللاعب ما كيطورش لا كاليتي ديالو، صافي كيسني كيبقى عاطيها غير الدورات والشيشه. راه كلشي كنهضر على المغرب كامل، ما كنهضرش على شي واحد بدون استثناء. الكونديسيون فيزيك ديال اللاعب المغربي قليل اللي كيكمل لك مباراه ب 90 دقيقه، قليل، قليل. مشكله الاخوان، باش نكونوا واضحين، باش نكونوا واضحين، بركان باش غلبت بيراميدز غلبنا فقط بالخبره والتجربه، غلبنا فقط بالخبره والتجربه باش غلبنا بيراميدز، راه ما غلبناه حتى حنا عينا فيزيك مو حتى حنا عينا، نكونوا واضحين، غلبنا بيراميدز بالخبره والتجربه والحين والخبت الكروي اللي تعلمناه بهم. قبيل السلامي كان غالب، دار اخطاء تكتيكيه، السلامي خصو يعرف باللي دار اخطاء تكتيكيه، خرج متولي، اكبر خطأ داره هو خروج متولي، لان متولي كانوا قابضين زوج نتاع الزمالك، وكان مشاغب بالنسبه لفريق الزمالك، راكم شفتوا ان حتى خرج متولي انهالت الاهداف على الرجاء الرياضي البيضاوي، مع الاشاره الا ان الحكم والفار علامات استفهام كبيره، الحكم والفار علامات استفهام كبيره الاخوان، كاين تسللات، كاين ضرب مالون وضربه جزاء، الحكم يتحمل المسؤوليه هو وغرفه الفار. نتمنى من الرجاء تكون شي شكايه في هذا الصدد. لاعبي الزمالك لعبوا الكره، برافو عليهم، سجلوا، برافو عليهم، ولكن التغيير ديال متولي كان خطأ بالنسبة للسيد السلامي، ويتحمل المسؤولية. إن شاء الله بركان تشرف الكرة المغربية في السوبر الإفريقي، وخصنا نتعلموا أن الكرة المصرية مشات بعيد بالعمل والمثابرة، ويشريوا لاعبين، يشريوا لاعبين بالثمن، وديما المسؤولين واقفين، ما كاينش التهاون. مرتضى منصور ما معاهش التهاون، اللاعب اللي تهاون فرجاني ساسي ووقفه، ما كاينش. خصنا الزيات يكون هكذا، الناصيري يكون هكذا، عبد الحكيم بن عبد الله الرئيس البركاني يكون هكذا، كلشي خصهم يكونوا المسطره مع اللعابه. اللاعب المغربي متهاون، اللاعب المغربي كسول، كيوصل شويه صافي كيقول انا وصلت، تحياتي اخو احمد مرحبا، كيقول انا وصلت. ثم الكرة المغربية كتبيع لاعبين توب، الوداد بعت الكرة المصرية بن شرقي، بن شرقي هو اللي سجل على الرجاء. إذن شحال يعطيو فيه كاع حد هاد الأهلي؟ مليار، هاد الزمالك مليار، مليار خلي عندك يا صاحبي في الوداد، خلي عندك بن شرقي في الوداد يضرب لك الأهلي، خلي عندك بن شرقي، خلي عندك أوناجم بمليار يا صاحبي، بيع بسبعات المليار، بثمانيات المليار كيما مشى الكعبي، وتجيب لاباكو تجي احسن بالكعبي،
بصح باش تجيب تبيع بمليار باطل، مليار باطل 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 والله والله. مليار ما كيحسبوه الزمالك والاهلي، كتبيعوا اجود اللاعبين في الكره المغربيه كيمشيو يتقهروا في الكره الخليج في السعوديه والامارات وقطر، كيرجعوا فابل. كتقهروا الكره المغربيه بمليار، مليار واشتا. ها هو ازارو تقتل، ازارو كان جوهره في الكره المغربيه، تقتل تقتل. ها هو هاد بن شرقي العام الجاي ما غاديش يبقى يلعب، يتقتل. بيعوا بالغلا ولا خليوا اللاعبين ديالنا في المغرب، خليوا اللاعبين في المغرب، خليوا اللاعبين في المغرب. العرجون الاخوه اللي كيهضروا على العرجون، العرجون تقاتل في وسط الميدان ولكن ما كانش في نهاره، الحافظي ما كانش في نهاره، ولكن متولي، متولي كان مزيان. واللي خسر الفرقه راه هو جمال السلامي، والكونديسيون فيزيك ديال الرجا باش نكونوا واضحين، والجرينتا ديال اللاعبين ديال الرجا ما كانش عندهم الجرينتا، ما كانش عندهم الجرينتا باستثناء مالونجو برافو، ولكن اللاعبين الاخرين ما كانش عندهم الجرينتا باش نكونوا واضحين. ديك الرغبه في الفوز، ديك الرغبه في التحدي. الزمالك بحال اللي خاسرين، داخلين بحال اللي خاسرين. اللاعبين ديالنا كونديسيون فيزيك اخويا عز العرب الباري، الكونديسيون فيزيك مدرب، الكونديسيون فيزيك راه باين. انا ما غاديش نهضر على السلامي يتحمل الكونديسيون فيزيك، ولكن ما هو التقني تكتيكي فني السلامي يتحمل مسؤوليته في خروج متولي باش نكونوا واضحين. تحياتي خويا قدر عزيز، تبارك الله عليك خويا. نمشيو نسمع عند السي بالمامون. خويا بالمامون هزيمة الرجاء البيضاوي طبيعة الحال. وقف شويه الكاميرا في السي بالمامون، بان عامر بحال يا صاحبي. وقف وقف شويه الكاميرا هاكديك، زيد زيد نشوفوا بركان صاحبي. ها اذا هي التعليق ديالك على الهزيمه القاسيه للكره المغربيه، ما لا اقول الرجاء، الكره المغربيه امام الزمالك اللي فريق عادي. بركان ربحتها، حنا بركان ربحنا الزمالك، بركان بواحد سجلوا لا باكوجو، وفي مصر غلبونا بضربات الجزاء، وانتم راكم شفتوا السيناريو وبالكشاف وبالغش. التعليق ديالك على هذه الهزيمه خويا بالمامون، تحياتي تفضل. مساء الخير السي ميموني، ومساء الخير الحضور الكرام اللي معانا هنايا اللي كيتابعونا. اولا الصراحه هذه الهزيمه ما كانتش متوقعه، ما كانتش متوقعه، ما كنتش منتظر هذا السيناريو خصوصا في الشوط الثاني، لان الصراحه شفنا الرجاء البيضاوي في الشوط الاول انه كيضغط بشكل كبير، وانه كان مسيطر على مجريات المباراه في الشوط الاول. شفناه في وسط الميدان انه كان هو اللي مسيطر في وسط الميدان، يعني في كل الكرات كما نقولوا كان هو اللي حاضر. الشوط الثاني برغم من ما توفقش في الشوط الاول، الشوط الثاني دخل سجل الهدف، ولكن المشكل هو انه تراجع للخلف بعض الشيء، تراجع للخلف بعض الشيء، وكما نقولوا حتى كونديسيون فيزيك شفنا يعني العياء ظهر اللاعبين. ولكن هذا الشيء كما غادي نقولوا ما غاديش الله يحسن العون، كما نقولوا ان اللاعبين كانوا راجعين يعني من الشفاء ديالهم من الوباء، بطبيعة الحال ما غاديش يعطيو لك، ما غاديش يكونوا جاهزين بدنيا. كانوا جاهزين يعني كما نقولوا ذهنيا، كانوا حاضرين ذهنيا بعض الشيء كانوا حاضرين، ولكن بدنيا الى جينا نشوف يعني في الشوط الثاني اللياقه البدنيه كما نقولوا ما بقاتش عند اللاعبين ديال الرجاء، ما كانوش قادرين كما نقولوا يجروا المقابله عكس الفريق ديال الزمالك المصري، لانه في الشوط الاول حاول انه ينهي كما نقولوا الشوط الاول يعني بصفر لصفر، والشوط الثاني انه يحاول يبادر. وداك الشيء اللي شفناه، شفنا ان اللاعبين ديال الزمالك في الشوط الثاني كانوا مسيطرين على المباراه وضغطوا على الرجاء، ما عطاوش الفرص. الخروج ديال متولي ولا العرجون ما عرفتش واش يعني كيما نقولوا عامل ديال اللياقة البدنية واش العاية، ولا غير خروج كيما نقولوا تكتيكي. إذا كان الخروج ديال تكتيكي فالمدرب هو السبب في الهزيمة، وإذا كان الخروج ديال العاية المدرب ما كيتحملش مسؤولية.
وبالنسبة للهزيمة كما نقولوا راها إهانة للكرة المغربية، راه ماشي غير الرجاء البيضاوي، احنا كمغاربة انهم من كيخسر واحد الفريق مغربي وكيكون يمثل الراية ديال الوطنية كيلعب يعني كما نقولوا شي منافسة إفريقية، راه كتكون هزيمة يعني لكل المغاربة وليس فقط لفريق الرجاء البيضاوي. وكما نقولوا عيب وعار، هادشي اللي كنا خايفين منه طحنا فيه، هو أن جوج ديال الفرق المغربية يتقصاو ويتقصاو بهذه الطريقة، يعني يجيو جوج فرق مصرية يربحوا كما نقولوا ذهابا وإيابا. والصراحة يعني كما نقولوا الحمد لله أن نهضة بركان أنها كانت في نهار كما نقولوا أنها كانت في نهارها وحقت اللقب وحفظت ماء وجه الكرة المغربية، ونتمنى إن شاء الله النهضة ترد الاعتبار الكرة المغربية بالفوز بالسوبر إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله التوفيق للرجاء السيد والبلاد المأمون، إن شاء الله. وبطبيعة الحال تحليل واقعي. غادي نمشيو عند السيد الصمد مباشرة من مدينة بركان، كذلك يدلو بدلوه في هذه المحطة. التعليق ديالك على هزيمة الكرة المغربية أمام الزمالك؟ لا نقول هزيمة الرجاء، لأن الرجاء والوداد يمثلون الكرة المغربية. تفضل يا أخوي عبد الصمد. ايوا اخويا ميموني، هزيمة جات في اخر دقائق، فريق الرجاء انهزم بهذيك الحصة، يعني هزيمة واش غادي نقول، كما قال اخ بالمامون ما ارفع كانتش شوية متوقعة. الصوت عبد الصمد، ارفع. إذا في انتظار عودة الأخ عبد الصمد ديما بركان خويا العملي، تبارك الله عليك، تحية خويا قادر عزيز، الله ينورك خويا، تحياتي نكبروا في عينيكم إن شاء الله. حادوش تبارك الله عليك، سي حادوش بيان سور خويا زياد كان بيعوا أحسن لاعبين وكان جيبوا الحطب، وبغينا نغلبوا الكرة المصرية والكرة التونسية، ما يمكنش. انت كلاعب كتبيعوا باطل صاحبي، كتبيعوا بمليار، مليار وشنو هي مليار في الكرة المصرية أو الكرة التونسية؟ مليار ماشي شي حاجة. سي عبد الصمد كمل أخويا، مرحبا. السلام عليكم خويا الميموني بالمامون، السلام عليكم. وعليكم كاين السلام الصوت ياك؟ ورحمة الله. قلت لك خويا الميموني هزيمة الرجاء البيضاوي، وكما قلت خويا الميموني الكرة المغربية هزيمة كما قلنا ما كانتش متوقعة بهذه الطريقة. فريق الزمالك عرف كيفاش يساير المقابلة، مدرب فريق الزمالك تغلب تكتيكيا في الشوط الثاني على جمال السلامي، وكما قلت انت يا القوة البدنية والتركيز الذهني لعب دور في المقابلة. فريق الرجاء البيضاوي صراحة لاعبوه ما استطاعوش باش يقارعوا الذكاء والتكتيك ديال فريق الزمالك، وكما نقولوا كما كاع الناس شافت جمال السلامي فقد زمام المقابلة، خصوصا عندما خرج الاخر، خرج القائد متولي. صافي انطلاقا باللي خرج متولي، فريق الرجاء خرج تماما وسط الملعب، ما بقاش عنده واحد لا غولاسيون مع الخط الامامي، وبالتالي فريق الرجاء البيضاوي كما نقولوا من خرج متولي، انا بالنسبه لي تما الفريق الرجاء البيضاوي خرج تماما عن المقابله. واش غادي نقول لك، كما قلت اخويا الميموني، الخلط اللي راه كاين في الكره المغربيه، وان الفرق مي كيكون بحال هذا الكونفينمون ولا يكون شي حاجه كيستغلوا هاد التوقف، وكيكون كيكتفوا كيكتفوا التمارين الى غير ذلك، بينما الفرق المغربيه كتستهزأ دائما. جل الفرق المغربيه بصفه عامه لا بغيت تقول، غير بعض الفرق كما نقولوا اللي راها اليوم في المستوى كان تبركان، الفرق كت كت ما كتبقاش ما يبقاش عندها واحد الانضباط كبير في التمارين الى غير ذلك. ضف الى ذلك كما قلت السي ميموني، لاعب الكره المغربيه ولاعب البطوله الوطنيه لا يطور نفسه، انه من يعرف انه في التشكيله الاساسيه كما قلت انت ما كيبقاش يزيد يخدم، ما كيزيد شي حوايج بحال نقولوا يتمرن على ضربات الخطا ويزيد شي حوايج اللي باش يزيد يتطور بالمستوى ديالو، كيكتفي انه يعرف روحه انه غادي يكون تيتولار في الفريق، وبالتالي كيبقى المستوى ديالو محدود وما كيستطعش باش يدير الفارق في المقابلات الكبيره. وهذا الشيء اللي شفناه اليوم، فريق الرجاء البيضاوي ما استطاعش يقارع فريق الزمالك، وصراحة وبكل صراحة فريق الزمالك استاهل الذهاب إلى نهائي عصبة الأبطال الإفريقية. وشكرا.
شكرا اخوي عبد الصمد، صراحة كان يستحق لانه قدم مستوى كبير واهداف جميلة. باش نكون واضحين، نمشي عند السي عبد المامون. طبيعة الحال اكتيفي الميكرو اخوي عبد المامون. ربما السيد جمال السلامي يتحمل قسم المسؤولية اخوي عبد المامون في اخراج متولي، في اخراج العرجون، الشكل التكتيكي اللي يلعب به، كذلك مالونجو في البلاصه اللي لعب فيها مالونجو. رحيمي كان عليه الحراسه مشدده، ورغم ذلك كان الكره كتمشي عند رحيمي وما كانوش يستغلوها ان الكره تمشي مثلا عند متولي. كذلك مالونجو خلاوه بوحده في لاتاك، ما كانش مسانده، شفنا مالونجو غير بوحده كيتقاتل. احتاج الهدف لا يعبر بالضروره عن الريتم اللي كان لعب به فريق الرجاء الرياضي. كذلك بالنسبة لبانون والبقية ما كانش مساندة، حتى العرجون ما كانش مساندة الهجومية. الحفيدي كان محاصر من اللاعبين ديال الزمالك، فرجاني ساسي والبقية. إذا السي بالمامون المدرب يتحمل كذلك قسط من المسؤولية أو المسؤولية الكاملة ربما حسب الرأي ديالك خويا بالمامون. بطبيعة الحال أخويا الميموني، كما قلت لك المدرب حنا ما عرفناش علاش خرج متولي، واش يعني كما نقولوا لسبب الإرهاق أو لا خرجوا يعني لسبب تكتيكي. أنا كما سبق لي قلت لك إذا كان لسبب تكتيكي فهو يتحمل كل المسؤولية، وأما إذا كان سبب الإرهاق يعني الغالب الله كما نقولوا ما كانش عنده البديل. بالنسبة للمدرب يتحمل المسؤولية كذلك لما كان يعني كما نقولوا تقدم في الهدف، تقدم يعني في الهدف الشوط الثاني اللي باغت به الفريق الزمالك، ما عرفش كيفاش يسير المقابلة، شفنا يعني كما نقولوا رجع للخلف، وهذا هو المشكل ديال جل الفرق يعني المغربية، دائما عندما تسجل الهدف ترجع إلى الوراء، ما عرفش كيفاش أنه يضغط، لأن لو كان أنه لعب ذاك يعني ذاك اللعب اللي كما داروا في الشوط الاول كما نقولوا راه كان غادي يقدر يخلق مشكل للزمالك، لان يعني اللي شفنا الرجاء البيضاوي، شفنا الرجاء البيضاوي رجع للخلف وسلامي كما نقولوا هذه العباره كان يعني كما نقولوا خواف، ما كانش شجاع، ما حاولش انه يجيب الهدف الثاني ويضغط على الزمالك كما شفناه يعني اللاعبين في الشوط الاول، شفناهم انهم ضاغطين وكيلعبوا الكل في الكل وقدموا مقابله كبيره الصراحه في الشوط الاول، يعني لعبوا فريق ديال الرجاء البيضاوي كان حاضر يعني كما نقولوا جميع اللاعبين كانوا حاضرين، يعني سوء التركيز ديال بعض المحاولات يعني اللي كان شفنا فريق الرجاء البيضاوي كان متقدم الشوط الاول، ولكن الكره هي هذه. كنتمنى ان شاء الله التوفيق للرجاء البيضاوي في القادم ان شاء الله، وهذا الشيء اللي كتاب وهذه اهانه للكره المغربيه، ومع ان دابا ماشي مع ان واش غادي نقول دابا اللي عطى الله هو هذا. إذا اللي عطى الله هو هذا أخوي عبد نعم. الصمد. إذا في انتظار عودة الأخ عبد الصمد، هروا مباشرة من مدينة بركان المغربية. إذا المدرب حسب بالمامون، حسب الإخوان والكومنتير وحسب الشارع المغربية تحمل قسط من المسؤولية. العرجون يعتبر أحسن وسط ميدان ويستاهل المنتخب الأول العرجون، فما بالك أنك تخرج يعني واحد اللاعب محوري في فريق الرجاء البيضاوي واللي كتبني عليه التشكيلة كاملة ديال الرجاء البيضاوي. خويا الرعب الصماد من بركان، هل يتحمل السيد جمال السلمي المسؤولية في هزيمة الرجاء بهذه الحصة الثقيلة؟ خويا ميموني صراحة وبوجهة نظري بالتأكيد غادي نقولوا جمال السلامي يتحمل المسؤولية كبيرة، ولكن حتى اللاعبين من ظلموش جمال السلامي، حتى اللاعبين يتحملوا مسؤولية المقابلة، وأنا أحمل المسؤولية حتى لإدارة الرجاء ومسيري الرجاء، لأن فريق الرجاء البيضاوي كما قلت السي ميموني دقيقة 70 كما قلت، خصوصا بعد تعديل تقريب النتيجة، فريق الرجاء البيضاوي ظهر أنه استنزف جميع الطاقة ديالو، ما قدرش يساير دقائق المقابلة، وبالتالي جمال السلامي عارف أن اللاعبين اللي خرجهم أنهم ما غاديش يقدروا يكملوا المقابلة. في وجهة نظره، مع العلم أنني أنا كنت مدرب نفضل نخلي دوك اللعابة وما نديرش دوك التغييرات، لأنه دخول شاكير لا محل له من الإعراب. راك شفت شاكير ربما لاعب لم يكن ينتظر انه غادي يقحم في المقابله. حتى الشاكير ثقيل عبد الصمد، راك شفت عامل السن، وحتى
تقيل التتاكل تقيل. والمشكلة أن الفريق الرجاء كو كان متقدم ودخل الشاكين ربما تقبل، لكن فريق الرجاء من هازم كان من المفروض يزيد لاعب في الهجوم ويخرج لاعب كذلك حتى نقا نقا دار هفوات نقا نقا، دار هفوات. ومع الذكر نقا خويا ميموني نقا لم يستطع مسايرة لاعبي الزمالك وبقى يستنى الحكم فوقاش يصفر المقابلة، وراك شفت أنه في الدقيقة 80 على ما أظن ادى بطاقة صفراء. المهم نقا لاعب مع كامل احتراماتي لاعب ليس بمواصفات الرجاء، كبير عليه كما كنقولوا نقا ما خاصوش ولكن يبقى كان متميز في الجديدة، كان متميز نقا في اما الجديدة حنا فرنسا. نهضروا انا نهضر ربما اخويا الميموني انا ما نعرفش فين كان، وانما نهضر لك زعما على نقا مستقبلا. نقا جابوا طالب، نقا طالب مي كان في الجديدة هو اللي جابوا الجديدة. ربما كان مزيان هذاك الشيء علاش الرجاء جابوه، ولكن خويا ميموني ما تنساش انا اللاعبين الافريقيين جو اللاعبين تقريبا تلقاه عنده في ليكستري نيسونس انه عنده بار اكزومبل 30 سنه ويقدر تكون عنده 35 سنه لانهم يزوروا الورق ديالهم، ونقا كيبان لاعب لا كاين، نقال 23 عام، راك شفت قداش 23 ولكن عام. بيني وبينك ما كيبان ما عندوش مواصفات لاعب 23 عام، يبان كبير كما نقولوا في رقعه الميدان. الفيزيولوجيا يبان كبير. وي دو توت فاسون نقا لا يعطي الاضافه، دخول شاكير لا محل له من الاعراب، دخول اللاعب الذي اقحم من المغرب التطواني ما شفناش في التيران ربما ما لمسش الكره اكثر ثلاثه ديال المرات، نجوما كان خاصو يدخل ربما كان خاصو يدخل ويبقى متولي ويزيد نجوما يعاون في وسط الملعب، ادخال نجوما ربما نقول لك كان خاصو يخرج رحيمي ويدخل نجوما مباشره بعد تسجيل هدف التقدم ويحاول يسير المقابله ويديها بواحد الصفر ويلعب المرتدات وما يركنش للدفاع كما قال خويا بالمهمون، لانه اللعب تاع الدفاع خويا ميموني اليوم ما بقيناش نقدروا نلعبوا خطه دفاعيه. اليوم بركان تلعب مع البارسا تولي 25 دقيقه اللور تقدر بركان تسجل، ولاحظنا اليوم انه دينامو كييف سجل على البارسا، كراسندور سجل على اشبيليا، يعني اللعب ولا متوازن ربما واخا كاين فرق تاع اللاعبين الى غير ذلك، لكن الفرق قادره باش تسجل، يعني انه اوتوماتيكمون انك تترك للدفاع اي فريق يقدر يماركي عليك ويحل الشفره ديال الاخر. فريق الزمالك دخل خايف للمقابله، الرجاء البيضاوي نقدر نقول لك تفوق في الشوط الاول، اللعبه كانت عندهم واحد العزيمه واراده قويه وصراحه داروا شوط مقابله الشوط الاول مزيان، ربما الحكم ظلمهم في واحد ضربه جزاء على ما اظن، لكن ما نهضروش على التحكيم، لكن في الشوط الثاني خصوصا بعد تسجيل هدف التعادل فريق الرجاء البيضاوي بان انه ما استطاعش يكمل المقابله، وفريق الزمالك كما قلت خويا ميموني وهضرت قبيله الخطا اللي كيديروه مدربي ورؤساء المسيرين تاع الفرق الوطنيه انهم كيبيعوا بعض اللعابه مي كيشوف واحد الثمن خيالي ولا الثمن اللي فيه الربح يقدر يبيع. او مثلا الوداد باعت بن شرقي، الوداد اليوم قامت بعده انتدابات وخسروا فلوس ولكن ما قدوش يجيبوا لاعب بقيمه بن شرقي، وبالتالي الى الفريق كان باغي يلعب الجبهات الافريقيه ويلعب على كؤوس لا داعي الفريق باش يبيع واحد اللاعب متمرس لاعب كبير لاعب بمؤهلات كبيره، وفي التالي هو الفريق يغرق ويغرق ويغرق ربما يبقى 3 سنين ما يدي حتى شي حاجه، يعني الفريق طونكو يبيع واحد اللاعب بمواصفات كبيره ولاعب كبير خصو يكون داير انه ربما غادي يجيب شي لاعب اللي قريب في المستوى الرو وربما اخويا الكرة المغربية صرات لها بحال هذيك اللي باع السلاح للعدو وقنبلوا به. دوك المشكلة خويا ميموني الكرة المغربية كي دايرة، نعطيو مثال بالشاكير، الشاكير أنه بما أنه لعب في الجيش الملكي لعب في الرجاء البيضاوي لاعب سابق في المنتخب الوطني المغربي، العام الجاي بار اكزومبل يوقع له مشكل مع الرجاء ولا مع السلامي بار اكزومبل يجي أي يتمنى يدير جبل مسيرة 900 مليون، شفت الغلط فين كاين؟ أنه لاعب عنده شباب السوية ديالو المحمدية شباب محمدية محمدية مثال وصافي مثال، لاعب لاعب عنده واحد السمية يقدر يسني مع واحد الفرقه بثمن خيالي، يعني الفرق لا ترى مستوى اللاعب واش راه في تصاعد واش ماشي في تصاعد كي داير المستوى ديال كيشريو السميه ويشريو داك التريكو ويلعبوا به، هكا الفرق الوطنيه، وبالتالي فالفرق الوطنيه كتشوف بعض المرات فرق كتخسر فلوس كبيره لكنها ما كتكلاسش ربما سيزيام ولا سانكيام كتصارع الهبوط وهي فرق خاسره فلوس كبيره، بالتالي خاص اللعابه وخص المسيرين تاع الكره تاع المغربيه يجيبوا كيما نقولوا اطر تقنيه اللي كتنقب بالمواهب
وما يبقاوش غير شري 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 باش يكون عندهم فرق ت ت ت ت وخص يكون عندهم ربما ما عارفش انا هاد اللحيه واش ما كايناش، خص يكونوا اطباء اللي يهيئوا الفريق كيما نقولوا نفسانيا في مثل كوتش مونتال، كوتش اكزاكتومون مونتال. اكزاكتومون. خال ميموني لك الكلمه، خال ميموني ولا بن مامون. ميرسي. تاني شكرا سي عبد الصمد، طبيعة الحال تحليل زعما واقعي. نمشيو عند السي بالمامون مباشرة من اكليم العزيزة والامطار التي تتهاطل على اكليم حاليا وبركان والجهة الشرقية. اللهم ارحمنا واللهم سقينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. خويا بالمامون، الكل لاحظ والله ان الرجاء البيضاوي المعقول، الا بغينا نزيدو خصنا نقولوا الحقيقة ونقولوا المعقول. الرجاء البيضاوي لعب نصف نهائي العصبة بعقلية مغربية، الاحتجاج على التحكيم، السقوط، وكذلك الاندفاع، وما لعبوش الكرة. مشى يلعب بواحد العقلية ديال البطولة المغربية، ما مشاش يلعب بواحد العقلية ديال الافريق وندافع على الراية الوطنية ونستغل الوقت وما ندخلش مع الحكام في المناوشات والنوض. مهم التعليق ديالك خويا قبل المامون. بطبيعة الحال خويا الميموني، إلا جينا نشوفوا الرجاء البيضاوي لما سجل عليه الزمالك الهدف ديال التعادل، أنه شفنا احتج بزاف على الحكم، بدا أنه كان ضربة خطأ ديال، يعني ضربة خطأ قبل ما يسجل فرجاني ساسي الهدف ديال التعادل. أو قبلها درتو مارونغو، درتو مع بزاف مارونغو شحال جلسوا قبلها. وقبلها، وخصوصا في الهدف ديال التعادل ديال ساسي. تما ذهنيا الا جينا نشوفوا اللاعبين ديال الرجاء خرجوا ذهنيا صافي، بقاو كيلعبوا كما نقولوا ومركزين على الحكم. كان عليهم كما نقولوا انهم يطالبوا بالفار، انه الحكم صافي تغاضى عن ذلك، صافي يلعبوا كره كما نقولوا وقادرين انهم يجيبوا الهدف الثاني. راه هذيك هي النقطه ديال التحول. الا جينا نشوفوا حتى اللاعبين ديال الرجاء ما كانوش كانوا لاعبين على الحكم، كانوا لاعبين ما كانوش كما نقولوا كانوا خارجين ذهنيا، ما كانوش حاضرين في المقابله في الشوط الثاني. وحتى التراجع ديال اللياقه البدنيه لعب واحد الدور كبير. الرجاء البيضاوي ما عرفوش كيفاش يقسموا المجهود البدني ديالهم خلال 90 دقيقه، عطاو داك الشيء اللي عندهم في 45 دقيقه. الشوط الثاني كانوا حاضرين غير جسديا، وكانوا مركزين غير على الحكام. وكما قلت هذه العقليه نتاع المغاربه كما نقولوا خصها ما تبقاش عند الفرق المغربيه، اننا دائما نلعبوا كرة نديروا واحد ضغط على الحكام خفيف، ما عطاناش نلعبوا كرة كما شفنا الوداد البيضاوي السنة الماضية. كان ضاغط بشكل كبير، وأنه صافي كما نقول حبس المقابلة، كان عليه يقدر يكون واصل المقابلة ديالو، يقدر أنه يجيب هدف ديال التعادل ويقدر حتى ينتصر. راه كرة هي هذه، راه ما كانش كما نقولوا لعب كرة صافي، ما عطاكش الاربيط حقك غير يلعب كرة كيما بغى يكون الحال، قدم اللي عليك وصافي كيما نقول. هذا الشيء اللي غادي نقوله، ونتمنى الفرق المغربية ان شاء الله مستقبلا انها تلعب كرة وتعطي اللي عليها. وكما تكلمتوا على بن شرقي وانه مشى للزمالك، نفس المشكل كنشوفوه هاد السنة، انه لاعب بدر بانون مشى للاهلي المصري. كيفاش غادي تنتظر السنة المقبلة انه الرجاء البيضاوي عطات يعني احسن مدافع حاليا اللي جينا نشوفه في البطولة الوطنية عطاته للاهلي المصري وغادي تنافس على الشامبيونز ليغ؟ راه لا يعقل الاهلي بالتركيبة ديالها حاليا وزيد عليها بدر بانون، راه لا يعقل انك غادي يلعب ضدنا السوبر الافريقي الى مشى للاهلي، الى غلبة الاهلي. ما طبيعة الحال احنا ما غاديش الاهلي يقدر حتى الزمالك يفوز، لان حتى الزمالك شفناهم لا، في حالة اذا ما فات الاهلي بطبيعة الحال. السوبر وطبيعة فبراير الاخوان، السوبر فيفري. فبراير هذا هو المشكل ديال كرة القدم الوطني، انهم كيبيعوا لاعبين للمنافسين ديالهم، وكيفاش كتنتظر منهم انهم بقطر غادي يفوزوا بالعصبة او بكأس الاتحاد؟ يعني هذا هو المشكل. كنت من الفرق المغربية انه في حالة الا بغاو يبيعوا شي ماتش، الا بغاو يبيعوا شي انه يبيعوا لشي فريق اللي خارج على القارة الإفريقية، سواء الخليج ولا أوروبا ولا أي فريق، المهم ما يبيعوش للمنافسين ديالهم، لا بغاو يحققوا الألقاب. وهذا الشيء اللي كان أخويا الميموني ضروري اخويا بالمامون، هذا الكلام ديالك واقعي. ما خصناش نبيعوا اللاعبين ديالنا
على الاقل نبيعهم بثمن خيالي، 7 المليار كما باعت بركان الكعبي 6. المهم ما نبيعوش بمليار زوج ويجي العام الجاي يتنافس ضدي ويسجل عليا ويقصيني. لا راه العصبة راه شحال فيها ديال المليار؟ شحال فيها العصبة الإخوان؟ 5 المليار ولا 4؟ العصبة ديال لافريك، أربعة والكونفدرالية المليار فيها المهم. الدعم ديال الجامعات وصل 2 المليار. إذا الإخوان عطونا الدعم ديال العصبة ربما ما بين ثلاثة أربعة أربعة ونص على المليار. ما أعتقد، على ما أعتقد أربعة ونص. إيوا 4، 4.5. أنت كتبيع واحد اللاعب بمليار كيجي العام الجاي يسجل عليك ويقصيك من العصبة. إذا السي عبد الصمد هرو الحكم كان بطل المباراة هو وغرفة الفار. شفنا أخطاء فادحة ديال الحكم وغرفة الفار، الحكم ما رجعش للفار. بيلانتي ديال مالونجو باين، كذلك بعض الأخطاء. التسلل كان على عواهنه، تسلل حيث ما داروش الخط، والحكم ما مشاش شاف الفار بعض ديال الأحيان ديال التسلل، وشفناه نزل على الرجاء بالبطاقات الصفراء. إذا هذا الحكم واش كان مقنع في هذه المباراة خويا هرو؟ واش كاين أخطاء؟ خويا مؤمن ما نقدرش نقول لك انا المقابله ما تفرجتهاش كامله، يعني تفرجتها شويه متقطعه، يعني ما شفتش شي حاجه باش نقدر نحكم، غير انه سمعت انه واحد البطاقه الصفراء الاولى جو بونس اعطاها حفيظي، جو بونس اول بطاقه صفراء ياك انتهى. نقا مذكور نقا مذكور لا ده شكون يوم قبل ما مول، نقا ده صفراء نقا صح لا 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 ماشي نقا الاولى كاع مذكور 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 مذكور، يعني كان خطأ تكتيكي يعني والحكم جبد في البطاقة الاول، في الصفراء الاول والله وهذيك زعما يعني ما كان يقدر يميت عليها زعما، هذاك الشيء اللي شفت. ولكن نقدرش ضربة جزاء، سمعت انه الناس كنت في القهوة قال لك راه ضربة جزاء تاع الرجاء، الحكم ما ولاش لغرفة الفار انه بقى يهضر مع فعطى اللعب. وعلى ما سمعت اخو الميموني اللي عندك المعلومة، سمعت ان غرفة الفار كانوا فيها حكام مصريين لان حكام الفار كانوا مرض بكورونا، على ما سمعت واش صحيح وي هذا وي الشيء؟ وي كاينه هاد الهضره وي. ايوه ولكن الحكم وبالتالي شوف عنده السلطه التقديريه، يقدر يرجع للفار بلا ما يلغاو له، راه عنده واحد السلطه حتى هو. دوك خويا الميموني واش غادي نقول لك؟ فريق الرجاء البيضاوي لو انه اقنع في المقابله وخسر باريكزوم نتيجتها 1-1، ربما كنا غادي نهضروا على التحكيم ونهضروا على الفار. لكن فريق الرجاء ما كيما نقولوا خسر كوره، لا بغيت تقول اخو الميموني، فريق الرجاء لم يستطع ان يساير الريتم من فريق الزمالك، وبالتالي يعني لا داعي باش ندخلوا في التحكيم، خص تكون روح رياضيه كيما نقولوا. فريق الرجاء يجب ان يصحح اوراقه ويبدل بزاف ديال الحوايج الا بغى الفريق، لانه الفريق بهذه العقليه وبهذه الانتدابات العشوائيه لن يساير حتى العام المقبل، حتى وان ساير البطوله الوطنيه فلن يساير عصبة الأبطال الإفريقية، لأن عصبة الأبطال الإفريقية ربما نلقاو فرق إفريقية نتاع السنغال أو كوت ديفوار أو غانا، ربما الفرق التونسية غادي تولي كيما نقولوا الدائرة كالترجي إلى غير ذلك. يعني فريق الرجاء غادي يلقى صعوبات كبيرة يعني، أو الوداد، يعني الفرق المغربية يجب أن تراجع أوراقها وتقوم بانتدابات وبتجيب لاعبين بمستوى لاعبين اللي يصنعوا الفارق، ماشي يجيبوا لعب بن تركحل بحال كازادي الى غير ذلك، ويعني انتدابات اللي غير من اجل اسكات افواه الجمهور اللي يحب فريق الرجاء ولا يحب فريق الوداد. وبالتالي الا بغيت نقول لك بصفه عامه ونخرج بواحد الهضره اللي انا مسؤول عليها، فريق الرجاء والوداد ومسيريه كيبيعوا الوهم للجمهور ديالهم، والجمهور ما بغاش يستوعب هذا الشيء، يحب الفريق يشجع الفريق، وهذه يعني من بديه الامر ان الجمهور غادي تكون عنده واحد الغيره وواحد الحب. لكن الجمهور كما نقولوا راه يكذب على راسه، وانا كنت قلت هاد الهضره كنت قلتها فوقاش، قلت له فرق المغربيه ما غاديش تفوت مع اللي كان نايض الضجه وكانوا يصارعوا البطوله مع نادي بركان، قلت لهم راهكم تقولوا الاربط زاد مع بركان الاربط دار هذه، قلت له البطوله ربما ستحسم لاحد اقطاب البيضاء، لكن في عصبه الابطال الافريقيه كما نقولوا تما غادي تبان قوه الفرق المغربيه لا الرجاء لا الوداد، على انهم فرق ليسوا ما عندهمش هذا العام كفاءه وما عندهمش القوة وما عندهمش لاعبين اللي كيما نقولوا متمرسين ويستطيعوا غادي يديروا الفارق. وبالتالي غادي يمشيو غير البطولة الوطنية، فريق الرجاء كان قادر باش يحسم البطولة على بعد جولتين،
لكنه ما استطاعش تعادل مع اولمبيك خليبيا، بانه رغم ان اولمبيك خليبيا متدين الترتيب وضيع ضربه جزاء في المقابله، الوداد تعادل في اكادير، يعني الفرق ما قدوش يحسموا البطوله، يعني كلو ان الفرق كان عندهم لاعبين مثل بن الشرقي او لاعب يعني اللي يدير فارق في المقابله كانوا يربحوا، كان مجهود فرقي مجهود فردي ديال بن الشرقي الوداد كان يدير بطوله. لو ان بن الشرقي كان مع الوداد هذا الموسم نبصم لك اخويا الميموني بخمسه الاصابع ان الوداد كان يدير البطوله. لو ان عاود شي لاعب واش غادي نقول لك شي لعاب تاع شي فرقه اللي راك تشوفو مزيان تاع الاهلي ولا ديال تونس انه كان في الرجاء ربما كان غادي يعاون الفرقه. لو ان لاباكوت جوكا في نهار التبركان، نهار التبركان يحسب البطوله ثلاثه الجولات الاربعه قبل، وبالتالي يعني السرعه النهائيه ما كانتش. واليوم رانا نشوفوا في كره القدم ولات كي العدو الريفي ولات كي العاب 1500 الى غير ذلك، الفرق كتبقى غاديه بواحد لو ريتم وكتبدل اوتوماتيكمون الريتم. كتشوف باغ اكزومبل الزمالك في الشوط الاول ركل الدفاع، الجمهور اللي ما يفهمش في الكره يقول الزمالك خاف، الزمالك ما قدش، هادي غادي تكاو عليهم، لكن تكتيكمون هما راهم عارفين واش راهم يديروا. في 20 دقيقه التاليه الزمالك خرج يلعب الكره والرجاء ما قدرش، يعني عيا كما كنا نشوفوا القروج يبقى 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 يخرج جوج دورات التاليه ما كانش لي يشدو، هيبري جيبلي سلاسي يبقى 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 كي يخرج صافي ما كانش لي يقبطو. يعني لاعب محترف عنده تكتيك ديالو، عنده خطه ديالو يلعب بها ويجيب بها كما نقولوا المسافه ديالو ولا يجيب بها المقابله. اليوم فريق الزمالك تغلب جميع النواحي على فريق الرجاء، خصوصا في العشرين دقيقة التالية اللي كان بحال اللي حسم التأهل بالتعادل. وهنيئا لفريق الزمالك، وبهذا المنبر اخو الميموني اخو بالمامون، نهضة بركان ستكون له كلمة قوية في كأس السوبر، لأن نهضة بركان دروكي كما نقولوا راه هو التوكار، نهضة بركان غادي يقوم بانتدابات ولا فينال غادي يعني فريق تاع العصبة ماشي هو تاع الكونفدرالية، وبالتالي نهضة بركان غادي يكون ضغط ضغط كبير على الفريق اللي غادي يواجه نهضة بركان. الضغط لن يكون على نهضة بركان، سيكون على الفريق الذي غادي يواجه نهضة بركان. ونهضة بركان الى مشى بهذه العقليه ونضابط في التدريب ديالو ودعم الصفوف ديالو بعد بعدي والبحراوي بواحد جوج تاع لاعبين اللي يكونوا مزيانين ويصنعوا الفريق، فنهضة بركان غادي يقدم مقابله ان شاء الله مقابله قويه ونتمنوا يكون فيها الجمهور باش يعني نقدروا نحضروا بالمامون في غادي يكون لا فينال تاع السوبر. على ما اعتقد في قطر. في قطر. ايوا نتمناو الى كان الجمهور وفيفريي كما قال هذا ولما لا نمشيو حتى حنا نتفرجوا فريقنا نهض تبركان ان شاء الله. لك الكلمه اخو بالمامون، عندي التليفون ديشارجي. ان شاء الله ان شاء الله نتمناو ان شاء الله انه نهضة بركان ان شاء الله تقدم كما نقول واحد المقابله ان شاء الله بهاد الانتدابات اللي غادي تجيب ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله تكون انتدابات في المستوى خصوصا في الميليو، لان احنا عندنا واحد الخصاص في وسط الميدان. نتمنى ان شاء الله تقدم شي مقابله كبيره ان شاء الله مع سواء الاهلي المصري او الزمالك، ونجيبوا ديك الكاس ان شاء الله ونشرفوا الرايه المغربيه ان شاء الله. طبيعة الحال انا كنشوف يعني فريق نهضة بركان هو الفريق الوحيد اللي في المغرب انه كيلعب 90 دقيقة كيتقاتل، عكس فريق الرجاء البيضاوي او الوداد اللي شفناهم دائما كيلعبوا واحد الرجاء. ربما نهضة اخي عبد المامون، ربما نهضة بركان يستفيد من دروس الوداد والرجاء والهزيمة القاسية امام الكرة المصرية، فالكرة المصرية كتلدغ. شفنا الرجاء في بريمير ميتو كان توب، ولكن اللاعبين المصريين شفناهم واقفين ما مخلوعينش، خلاو الرجاء تلعب، خلاو الرجاء تعيا، كيعيات لدغوا بربعه. هذا هو المشكل، لان اللاعبين ديال الزمالك كانوا اذكياء، عرفوا كيفاش يجريو المقابله في الشوط الاول. انا كنت كنتفرج وكنشوف كنقول راه ماشي هذا هو الزمالك اللي لعب في المقابله ديال كازا او اللي شفناه مع الترجي. كنشوفوا دائما الزمالك هو اللي كيسيطر، هو اللي كيستحوذ على وسط الميدان، هو اللي كيلعب الكواري كيلعب على الاجنحه، ولكن هذا النهار كما نقولوا شفنا غائب البوزيسيون بنسبه كبيره للرجاء. الرجاء مسيطر، عرفوا انهم كيفاش عطاو كما نقولوا الكره للرجاء في الشوط الاول. كان الهدف ديالهم هو انه الرجاء البيضاوي
اللياقه ديالو انه يعطي اللي عنده ويخرجوا متعادلين كما نقولوا بصفر صفر، باش في الشوط الثاني يديروا اللي بغاو في الرجاء البيضاوي كما نقولوا، عرفوا كيفاش يسيروا المقابله، عرفوا كيفاش يجريوا المباراه عكس الرجاء البيضاوي اللي عطى داكشي اللي عنده. ما عرفتش انا واش كان باغي يقتل الماتش كما نقولوا 45 دقيقه والشوط الثاني حتى يدخل الجزاء. المدرب ديال الزمالك ما دارش تغييرات، انتظر السلامي. السلامي دار اخطاء فادحه، العرجون متولي، اذا هاد العرجون ومتولي كيمثل وسط الميدان، ومتولي كيجبد شويه لا دروات كيعاون لي زال، اذا خلاو مالونغو معزول بوحدو في لاتاك، خلاو رحيم ياكل الدق، اذا الرجاء غادي تقتل. الا تقتلوا هادو وخرجوا دوك الزوج، اذا سي نورمال الرجاء تخسر بربعه، راه اللوجيك هذا. والسلامي قال لهم طلعوا الفوق سجلوا التعادل، خلاو الكره ديالهم اللور بلا جيش، وبالتالي جاوا الاهداف، وهدف او هدفين مشكوك فيهم، لان الصراحه انا شفت ربما تسلل. تفضل اخويا ابن لا، النهار. 3-1 النتيجة النهائية السي الميمون، 3-1 الكاف قيد 3-1 شتا الهدف هو ديال بن شرقي. 4-1. لا، الهدف ديال بن شرقي ألغي بداية التسلل لأن المخرج ديال المباراة هو اللي ملغاش كما نقولوا من الشاشة. 3-1 النتيجة النهائية، ايوا حنا ولكن ولكن الإخوان راه ما قلعوش من كسم من ما الطابلو، راه 4-1. لا واحد، لكن الإخوان هنا اللي معنا هنا في الكومنتير يأكدوا لنا على النتيجة. ولكن اسمح 3 لي، 1 ولكن انا كي غادي ندير عارف الحكم، ما يمكنش، حنا كنتبعوا الطابلو ديال المخرج. إلا جينا نشوفوا، إلا جيت تشوف أخويا الميموني فاش جلت بن شرقي الهدف، ما كانش ما داروش كما نقولوا السونتر، الحكم ديال الغرفة أعلن على تسلل مباشرة مع الحكم ديال الساحة. وإلا جينا نشوفوا الرجاء ما لعبوش كرة في السونتر، لعبوا حتى هو تسلل. اورجو، هذاك اورجو كان خصو يتحايد، وي خصو يتحايد. لا، هنا راه تحايد راه الاخوان هنا 3-1. مشتتين ما بين 4 لواحد 3 لواحد، فينالمون تقسينا بلا ما ندخلوا في المتاهات، وانا كنظن راه حايدوه، كنظن حايدوه بالمامون اخويا. انا لا، يعني كنظن حايدوه، تأكد. ربما لا، المخرج تأكد. اخطا، ولكن حنا خسرنا تقسينا فينالمون بلا ما الصراحة كما قلت المهم أخويا الميموني، خسرنا. 3-1 كي 4-1 كما نقولوا كان عندنا واحد المشكل. لو كان ذكاء زادنا الحكم واحد العشرة اخويا. دقائق لو كان زادنا غير واحد العشرة دقائق ديال الوقت الضائع غادي نقدر نخسره لا بسبعة ولا وي، حتى ثمانية. البيان سبور هضروا على 4-1، ما عرفتش القصة هذه. لا، وي، ومن بعد حيدوه. تلغى الهدف. لا، تلغى. قلت لك اذا كما 3-1 اخويا هنايا بالمامون، هزيمة. اخويا نهضة بركان تعرفت على الخصوم ديالها، عرفت الاهلي بالقوة ديالو والاخطاء ديالو، عرفت الزمالك ديال بالقوة ديالو والأخطاء ديالو. ربما نهضة بركان إن شاء الله تستغل هذا الوضع، وربما دير شي مفاجأة في السوبر الإفريقي اللي غادي تلعب في قطر. الإخوان وجدوا الفيزا لقطر، غادي تلعب في قطر السوبر الإفريقي، وجدوا الفيزا لقطر، ديو معكم الكمامة. وكنتمنى السي الميموني تفوز به الزمالك المصري وردوا الاعتبار الخسارة ديالنا أمام الزمالك، كنتمنى تفوز به الزمالك المصري، بغينا نردوا لهم الصرف إن شاء الله. واش غادي نقول لك اخويا، اللي انا كنقول يلعبوا كره بيناتهم يتقاتلوا، اللي جا في المقله يتقلى، اللي جا البركان مرحبا، حيت بركان عندها الحق اللي جا تزيد مرحبا. اللاعبين. شوف، عندها الحق تزيد اللاعبين السوبر الافريقي، مانيش عارف 4 ولا 5، واي والفرق الاخرين عندهم الحق يزيدوا، لانه غادي تلعب في فيفري، فهمت؟ غيتلعب في فبراير، اذا في فبراير غادي يكونوا اللاعبين اللي عندهم كونترا عام يكونوا مشاو، اذا سي نورمال غادي ترومبلاسيهم بلاعبين اخرين، اذا عندهم الحق. وفي هذه النقطه سولت السيد الكاتب العام محمد قاسمي، قال لي وي عندهم الحق انهم يلعبوا بطبيعه الحال. الاخ الروي التحق بينا في الاستوديو في انتظار انه يفعل الكاميرا ديالو، عنده مشاكل تقنيه، احنا كذلك راه عندنا مشاكل تقنيه، غير الساعات لله وصافي. اذا ها هو الروي خرج. اذا الان درس الكره المغربيه اننا محتاجين اللاعبين من طينات الكبار، محتاجين للتكوين العالي، محتاجين للصرامه، ومحتاجين كذلك اخويا بالمامون نفعلوا ديك القضيه ديال الروندمو،
اللاعب يخلص على الروندمو، ماشي يخلص شهريه فيكس، يخلص على الروندمو، حيت حنا اللاعب المغربي ان فويسني صافي القهاوي وراك عارف ذات اليمين وذات الشمال ويولي فابل، كيعطيك واحد 20 دقيقه ومن بعد كيصطدم الكره الافريقيه القويه بدنيا كانت تنكشف العوره ديال بعض اللاعبين. تفضل خويا بالمامون. بغيت نجاوبك بعد على واحد كنت تكلمت قبيل على الانتدابات ديال الفرق المغربية. الا جينا نشوفوا الانتدابات اللي كديرهم الفرق المغربية، يعني كما نقولوا اللاعبين اللي كتجيبهم من القارة السمراء، ما كاينش انتدابات اللي كتعطي واحد الإضافة. الا جينا نشوفوا الرجاء والوداد انهم كيمثلوا المغرب في عصبة الأبطال، ما جابوش شي لاعبين اللي عطاو لهم الإضافة. إذا جينا نشوفوا أنه مالونجو أو لا سواء اللاعب كازادي أو لا نجوما أو لا، ما كاينش شي إضافة. أنا يعني لو كان قدرت تعطي فرصة لابن المدرسة يقدر يعطيك إضافة للفريق أو لا أحسن أو لا يلعب في ذاك المستوى، يعني انتدابات يعني دون المستوى عكس راه مالونجو، شوف بالنسبه لمالونجو راه ما كاينش اللي وصل له الكره، راه شي مره كيلعب ناف شي مره كيلعب دومي، المهم حسب السيستم. انا كنت نفضل انا مالونجو يلعب دومي ما يلعبش ناف، ولكن ما عرفت السيد واش ال... جمال السلامي له ما له. تفضل. ما يقدر يكون حتى مشكل انه ديال التوظيف ديال اللاعب. اما بركان الا جينا نشوفوا يعني تبارك الله دائما كما نقولوا اللاعبين اللي كتجيبهم كما نقولوا من خارج ارض الوطن كيعطيو اضافه. الا جينا نشوفوا كوناتي لاباكوتجو دايو دائما كما كنقولوا كيعطيو واحد الاضافه للفريق، وكنتمنى ان شاء الله فريق ديال الرجاء البيضاوي او الوداد يجيبوا شي انتدابات يعني تكون في المستوى وتشرف الكره المغربيه، خصوصا في الظروف مثلا كما نقولوا في هذه المقابلات اللي كيلعبوهم على الساحه الافريقيه، باش اننا دائما نكونوا حاضرين ماشي دائما اننا نعطيو الركائز الاساسيه ديال الفريق للفرق المنافسه ونجيبوا احنا لاعبين دون المستوى. الا جينا نشوفوا التركيبه البشريه اللي كاينه عند الاهلي المصري والترجي التونسي، اللاعب كما نقولوا لا ما كانش غادي يعطي واحد الاضافه وما كانش لاعب من مستوى يعني عالي ما تجيبوش. بن شرقي راه كما كتشوف هو باد بانون احسن مدافع في البطوله، يعني عكس الفرق ديال الرجاء ولا الوداد. كنتمنى ان شاء الله يكون يعني واحد الانتباه لهذه المسائل هادو، الا بغاو ينافسوا ما نبقاوش نلعبوا غير بيناتنا على البطوله، القاعده غير ديك المغانات ندابزوا غير بيناتنا على البطوله، وفاش باش المغرب ما كان عطيولوش ديك الصورة هاد اللي النقطة غادي يمشي عند هرو، هادي النقطة هادي خويا هرو، في عندنا اللاعبين ديالنا ديال المغرب، عندنا واحد الفئة كتنشط البطولة، بعض اللاعبين كينشطوا البطولة كيحترفوا في السعودية وقطر والإمارات كينقتلوا وكيجيو، وبعض اللاعبين راهم تما يديباني. يعني راه باش نكون واضحين، الكرة المغربية لم تصل بعد الاحتراف، راه ماشي مشكل في المسؤول، المسؤول وفر لك البنية التحتية الفلوس الكيران ما عندكش الضرائب، ولكن الممارس المغربي متهاون وكسول وكذلك ما عندوش طموح كبير، عكس اللاعب الأوروبي ولا اللاعب الإفريقي كيوصل أعلى المستويات وكيزيد يطلع. اللاعب المغربي اعطوني لاعب مغربي وصل وبقى في القمة، ما كاينش ازارو، كنا نقولوا ما عرفت. وبالتالي خويا هرو التعليق ديالك. خويا ميموني كيما قلت، راك تسمعني كان صوت؟ خويا ميموني كيما قلت كلامك على صواب. كان واحد الوقيته كنا نتهموا المسيرين، نتهموا البنيه التحتيه، بزاف الظروف اللي كنا نتهموا، لكن اليوم مع هذا الشيء اللي داروا المسيرين والفرق المغربيه بصفه عامه، اليوم غياب بطوله احترافيه على الورق، لكن غياب العقليه الاحترافيه كما راك تقول، العقليه الاحترافيه عند اللاعبين، وخا دليل على انه ما عندناش لعابه في المستوى، رغم اننا كنبقاو نجاملوا شي خطرات ونبقاو نزايدوا ونقولوا انه عندنا لعابه، لكن ما عندناش لعابه، وخير دليل هو المنتخب الوطني المغربي. اي مدرب كيجي لفريق المنتخب الوطني المغربي كيلعب تقريبا ب 10 ل 9 ديال اللعابه، على الاقل لاعبين هم خارج البطوله الوطنيه. وبالتالي بهذا المنبر اخويا ميموني،
يعني لا استنقص اللاعب المغربي لانه تو يدير مجهود الى غير ذلك، لكن في المنتخب الوطني المغربي في البطوله الوطنيه لا ارى انها هناك لاعبين قادرين باش يسايروا المنتخب باريكزون المنتخب الوطني، خصوصا ان المنتخب الوطني المنتخب المغربي الوطني الأول وي المنتخب الاول اذا اكزاكتومو، لانه خصوصا لا انا اتكلم عن المحلي المنتخب الوطني المغربي، لانه مين كان هضروا على المنتخب الوطني المغربي الاول ونهضروا انتم تقول وجهه نظرك انت ولا بالمامون ولا الصحافه المغربيه يقول لك بانون مشى للاهلي، بانون وبانون مشى للاهلي، لكن احنا لا نعرف الصفقه ومن صاحب الصفقه، بانون خصو حتى نشوفوا في الاهلي ونشوفوا بالو الاضافه اللي غادي يقدم واش غادي يلعب ولا ما يلعبش، بزاف ديال الحوايج، لانه ما خويا الماموني لا تنسى ان الفرق المصريه والفرق التونسيه الا انت دارت واحد الانتداب تاع واحد اللاعب ونقص المستوى ديالو واخا يجيب مبلغ كبير راه غادي يجلس على دكه البدلاء، رغم البطوله الوطنيه الرجاء الوداد الجيش الملكي الا جاب لاعب بثمن كبير واخا اللاعب يكون المردود التقني في المقابله ضعيف ما يقدرش المدرب يخرجه، يقدر يلعبوا مقابله كامله، وبالتالي هنا تعرف العقليه الاحترافيه ديال المدربين وديال الاداره، ان اللاعب الا ما عطاش رقعه الميدان وهذا الشيء كنشوفه في الدوريات الاوروبيه راه ما يلعبش واخا يجيب بثمن خيالي راه ما يلعبش حتى يولي العهد المستوى ديالو اللي كان عليه، وبالتالي البطوله الوطنيه ينقصها البطوله الاحترافيه، واللاعب اللي يلعب في البطوله المغربيه صعب باش يلعب مع المنتخب الوطني، خصوصا من تكون مقابله ضد المنتخب الاسباني ضد المنتخب الالماني يبان لك الفرق، لانه باش بانون يلعب مع المنتخب الوطني ويدير خط يلعب على خط باريكزوم خط التسلل، راك باش تلعب مع اسينسيو ديال الريال ولا تلعب مع داك انسوفاتي ديال برشلونه صعب باش تشدو، لانه تشدو المره الاولى المره الزوجه المره الثالثه يهرس لك مصيدة التسلل، يعني هنا تعرف انه اللاعب تاع البطوله الوطنيه صعيب صعيب خويا الميموني باش يلعب في المنتخب الوطني المغربي ويقارع الفرق الاوروبيه، وكما قلت الميموني لا يغفل جل المسيرين الكره والشعب المغربي المحب لكره القدم لنحييه بهذا المنبر جريده انا بركاني، الكره الحديثه اليوم تلعب واحد 80% على اللياقه البدنيه، الفريق اللي تكون عنده اللياقه البدنيه ويكون يمارس الضغط كما كدير باريس سان جيرمان ليبزيغ، فرق اللي يديروا الضغط على الدفاع خصوصا من يلعبوا مقابلات مع فرق غير متمرسه وعندها دفاع ثقيل وما يقدرش يطلع الكره كما نقولوا اون فرونسي ولا في الباسكيت كنا نقولوا على تراب، يعني هذيك لا تراب كديرها على الفريق الخصم، تكون عندك لياقه بدنيه كبيره، يكونوا عندك لاعبين يعرفوا كي يديروا يفتكوا الكره، يكون عندهم قراءه للكره الى غير ذلك، وبالتالي كيحرجوا الخصم ويلعبوا له عند منطقه الجزاء، والى الخصم دار شي خطا كما اليوم الى تفرجت مقابلات ليبزيغ وباريس سان جيرمان الهدف الاول خطا في دفاع ليبزيغ، الفريق دا باريس سان جيرمان ضغط على الخصم قطعوا الكره سجلوا هدف، نصف هجمه سجلوا بها هدف، يعني اليوم الكره الحديثه هناك تنويع في اللعب، الفرق تلعب على ضربات الخطا، تلعب على بزاف ديال الحوايج، كاين فرق تلعب على الركنيات، كاين فرق لا تلعب الكره لكن في الركنيه تكون فرق خطيره، كنفرجوا الدوري الانجليزي والدوري الاسباني تلقى ريال مدريد مع البارسا، الريال 80% الاستحواذ لكن فريق بيلباو الى دار ركنيه القلب ديالك يطلع للسماء، يعني فرق كتلعب على جزئيات بسيطه، كتلقى التنويع في الكره، ما يبقاش غير واحد يعني الكره خص التنويع وخص المدرب يركز مع المقابلات وما ينهزمش في المقابله ويعرف يساير المقابله وتكون عنده كما قال بالمامون غياب الشجاعه، اليوم شفنا غياب الشجاعه نتاع المدرب السلامي اللي شفناها بزاف تاع المدربين، وكتلقى بعض المدربين خويا الميموني بعض المرات كيديروا تغييرات ليس من اجل قلب النتيجه وانما تغييرات عندها دلالات وكيكون يعرفها غير المدرب، ربما الشاكير جالس في بون دو توش ويبقى يهضر والمدرب يسمع، وبالتالي كيقول المدرب نوض انت عاوده، ربما هناك ملاعبين اللي كيضغط الرئيس ولا يكونوا مقربين للفرقه ولا كيدخلهم من اجل التقرب وشراء ود الجمهور ولا شراء ود الفريق، وبالتالي كيكونوا تغييرات ما عندهاش
بصمه في المقابله، تغييرات مصلحيه للمدرب. وبالتالي نتمنوا باش تكون الاحترافيه، العقليه الاحترافيه تدخل لكره القدم المغربيه، لان المسؤولين مسؤولين وما فيهم رئيس الجامعه فوزي القجع لم يقصروا، خصوصا في الثلاث سنوات الاخيره، يعني لم يقصروا مع الفرق المغربيه بما فيها الفرق التي لم تكن معروفه، اعطاء ميزانيات باش الفريق يعني يدمار العام، بزاف ديال الحوايج، ادخال الفار، يعني المسيرين تاع المغرب بغاو يهزوا الكره المغربيه للامام. وبالتالي اللاعبين لم يبلوا البلاء الحسن، بعض اللاعبين او بعض الفرق، وبالتالي يجب على المسيرين مراجعه اوراقهم، واللاعب اللي تشوفه ما صالحش ارمي الواد. هناك لاعبين البطولات الوطنيه والهوات، كاين لاعبين بزاف تعج باللاعبين الشباب. وبالتالي شاكر شرف بقى يهضر، جمع ساك الله يعاون، الرجاء فريق عالمي، الوداد فريق عالمي، وبالتالي لا يقف لاعب، لا يقف في وجه الفرق، لانه كنشوفوا برشلونه ولا الريال، رونالدو يقف في وجه الفريق، ولا ميسي، هادو لاعبين كبار، لاعب يصنع الفارق. رونالدو كون كان حاضر مع الرجاء، الرجاء يفوز بسهوله، يسجل هدفين ولا هدف، يعني لا نقارن هاد اللاعبين مع هاد اللاعبين. وبالتالي يجب على لاعبي البطوله الوطنيه العمل والعمل والعمل وتطوير اللاعب، يجب كل لاعب يدي مسؤوليه على عاتقه، يعرف ان هناك جمهور يتابعه، يعرف انه يتقاضى مبالغ كبيره، يعرف انه هناك وهناك وهناك، انه كان بعض الجمهور، اخ الميموني اخ بالمامون، جمهور المتعصب اللي ما ينهزم فريق الرجاء ولا فريق بركان ولا فريق الوداد، كاين اللي ما ينعس، كاين اللي يدبز مع مرطو، كاين. وبالتالي يجب اللاعب ان يكون عند المسؤوليه ويقدم كل ما في جعبته، ويجب على المدربين ان تكون لهم عقليه احترافيه او عقليه المانيه. عندما يصاب لاعب واخا يكون اساسي ولا كيما كان النوع ديالو، لاعب مصاب غير قادر على اكمال المقابله، نوض واحد اللاعب باللي يكونوا في لو بون دو توش وندخلوا للمقابله. هكا العقليه الاحترافيه، اللاعبين المدربين كيبقى عنده لاعب معطوب يلعب برجل وحده وما يخرجوش، ويخلي داك اللاعب في لو بون دو توش. وبالتالي اللاعب اللي كيكون في رقعه الميدان لا يعطي الاضافه، وربما الفريق يبقى بحال ينقص بلعاب. وفي نفس الوقت اللاعب اللي في لو بون دو توش كتهرسو معنويا وعقليا وما يكونش مزيان، يبقى يقول باش فايتني هذاك الى غير ذلك. الا اللاعب المدرب ما عندوش الشجاعه، والمدرب يلعب 11 لعاب ولا 12 لعاب، لا داعي يدي مع 17 ولا 18 لعاب، يدي غير 11 ولا 12. وبالتالي يجب ان تكون العقليه احترافيه، والمدربين يطوروا من مستواهم ويبدلوا هذا اللعب الكلاسيكي، اللعب راه عندهم قديم 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 بزاف خويا ميموني. شكرا خويا هرو على التدخل التاريخي والشجاع، صراحة كان تدخل فيه من الكلام ما يمكن التقاطه والعمل به. تحياتي على الغيرة ديالك والهضرة ديالك اللي انطلقت انطلاقا من التجارب ديالك في كرة القدم وكرة السلة. رجعوا عند الأخ بالمامون، وصلنا لساعة وخمسة دقائق من البث المباشر الإخوة الكرام. نورمالمون كان عندنا ساعة، غادي يعطينا السي بالمامون كلمة أخيرة بمناسبة هذه النكسة التي عرفتها الكرة المغربية هذه الليلة وقبلها مع الوداد، مع الفرق المصرية التي كانت تعاني الأمرين والويلين قبل أن تصل إلى الشباك المغربية، واليوم نراها تدك شباكنا بالخمسة والأربعة والثلاثة. السي بالمامون. كما قلت خويا الميموني، هذه نكسة كما نقولوا إهانة للكرة المغربية. هذا الماتش اللي راجع كما نقولوا لسوء تسيير الكرة المغربية، والانتدابات اللي كيقوموا بها ما كتعطيش واحد الإضافة. وإلا جينا نشوفوا كما قال الأخ هرو، قال لك أنه لاعب في البونتوش، إلا تصاب شي لاعب ولا خص يخرجوا ويدخل واحد اللي كاين في البونتوش. إلا جينا نشوفوا حنا ما عندناش، شي تركيبة بشرية، عندنا 11 لعاب وتلقى البونتوش كما نقولوا ما كيعطيكش شي إضافة. إلا دخلت شي واحد من البونتوش ما كيعطيكش شي إضافة للفريق، كتكون الفرقة عندها 11 لعاب كيلعبوا كيتصاب لهذاك اللعاب، كتدخل واحد كيزيد عاد كما نقولوا كتقول له كان غير خلي داك اللعاب وما خرجتوش. نتمنى كما نقولوا للفريق انه عكس الفرق، الا جينا نشوفوا الزمالك ولا الاهلي ولا الترجي، كتشوف عندهم 11 لاعب واقف و11 لاعب يلعب لك به، الا كان غير
احتياطي ويقدر يربحك. يعني كما نقولوا ما كيكون عنده يعني جوج لاعبين مستوى عالي في كل بوست. كنتمنى ان شاء الله الانتدابات اللي تقدمهم ان شاء الله اللي تقوم بهم الفرق المغربيه ديالنا تقوم بهم يعني تكون انتدابات اللي تعطيهم اضافه للفرق ديالهم. وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في المستقبل، وكنتمنى ان شاء الله النهضه البركانيه كل التوفيق ان شاء الله، وان شاء الله جبنا الكاس ديال كاس السوبر ان شاء الله، وكما نقولوا تشرف الكره المغربيه ان شاء الله. ان شاء الله خويا عبد الممون، نشكرك بزاف بزاف، تحياتي لك خويا عبد الممون، كنت مباشرة من اكليم العزيزة تحية لك موسم أخويا جاني ليمون، البرتقال. تحية لك راكم أخويا ليمون، مقرشين شوية في الكليمونتين. تحياتي لكم خويا عبد الممون، وعدنا غدا ان إن شاء شاء الله. الله، تصبح على صباح خير، الخير، تشاو، تحياتي. السلام عليكم. سيرو مباشرة من بركان، نحييك خويا الرو، كلمة الشجاع اللي قلتها كلمة للتاريخ وتسجل لك. ويا هرو، عطينا كلمة أخيرة بهذه المناسبة ديال النكسة ديال الكرة المغربية والخسارة بالأربعة والخمسة والثلاثة، مع أن الرجاء بطل البطولة، الوداد ثاني البطولة، بركان حافظت وجه الكرة المغربية، ثالثة البطولة فازت بالكونفدرالية. تفضل خويا هرو. حتى أن نكون ظلومون، ففريق الرجاء ولا فريق الوداد رغم انهم خرجوا الا انهم قدموا مقابلات كبيره، وبدا ان الفريق وصلوا، الفرق وصلوا النصف النهائي، فبالتالي ما غاديش نقولوا انتكاسه للكره المغربيه، وانما كنا نتمناو ان فريق الرجاء او فريق الوداد ان شاء الله يلعب النهائي، لكن لسوء الحظ ما لعبوش هذا النهائي، وبالتالي نتمناو لهم حظ موفق، وكنا بغينا فريق الرجاء انه يرفع الرايه المغربيه ويمثل المغرب باش يلعب هذا النهائي، وربما لا يكون نهائي مغاربي، وبالتالي لم تكن لم يعني ما بغاتش كما نقولوا، وبالتالي نتمنى لا فريق رجاء ولا فريق الوداد ولا هذه المقابلات يكونوا كما نقولوا واحد الميساج كما قلت سي ميموني للفرق المغربيه وفرق البطوله الوطنيه، باش يصحوا الاوراق ديالهم ويرتبوا المسائل ديالهم قبل بدايه البطوله، وتكون ان شاء الله بطوله قويه، ونتمنى للجميع التوفيق. وكما شفت هنايا واحد الزملاء، واحد الاخ من الزملاء دار واحد التعليق، قال لك اعطيني لاعب في البطوله الوطنيه بحجم حكيمي، وبالتالي ما كاينش لاعب في البطوله الوطنيه بحجم حكيمي، ربما نقول لك في الكره الفرنسيه وما كانش لاعب بحجم في البطوله الفرنسيه، ما كانش لاعب بحجم حكيمي، وبالتالي هنا تعرف الفرق، اعطيني لاعب بحجم زياش ما كاينش، اعطيني لاعب بحجم النصيري، وبالتالي هنا تعرف المفارقات الكبيره. النصيري اليوم لعب مع كراسندور، كان فريق سيفيا هازم من هازم بهدفين لواحد الشوط الاول، خيسوس نافاز خرج بطاقه حمراء، النصيري دخل شونجمون، الفريق منقوص العدد، ولكن هناك تكتيك، هناك دي كومبي دي 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 دي, دي, دي كومبين اكسيتيرا، الفريق قلب المقابله 3-2 على ما اظن، النصيري سجل هدفين، يعني الفرق الاوروبيه مدربين كبار، مدربين عندهم بلا القراءه ديالهم تاع لي ديبلوم، عندهم كيما نقولوا دي جيني في الكره خويا، بحال اللي راك تخدم المات، يعني لا المدرب المغربي كيجيب ديبلوم ا ولا ديبلوم بي ولا جو سي با، ربما يجيب ديبلوم اللي في الكفاءه يوازي ديبلوم ديال جوزي مورينيو، لكن ماشي نفس العقليه. سمعت اخو ميموني، وديما كنقولها اخو ميموني، مدربي البطوله الوطنيه ولا اعمم، بعض المدربين اللي ما عندهمش الكفاءه تمشي تجيب له توني كروس، مارسيلو وتقرع له اخو ميموني بطوندوز، مارسيلو تقرع له بطوندوز وتحطه في الذهب ويجيب الساك ديالو وتديه انت سي ميموني للفرقه ديال بركان، مدرب ما معروفش تقريبا مزيان، وتديه وتقول لهم ها هو هذا اللاعب جبتو تيستي معاكم، يقدر ما يدخلوش، يقول لك ما عندوش بلاصتو، تحطو وتلبسو ده وتقولوا هذا واش ما عرفتوش، هذا راه مارسيلو ويتخلع، يعني المدرب كيشوف السميه قبل اللعاب، فهمت كيفاش اخو ميموني؟ وبالتالي يجب على المدربين يكونوا واعيين بكره القدم، ويعرفوا ان كره القدم تبدلت، والمدرب يعطي الفرص للاعب، لانه عند الامتحان يقرا الامر او يكرم الامر المرء او يهان، يعني اللاعب ما يحكمش عليه بنادم بالنظره الاولى،
وبالتالي نتمناو لك اخويا الميموني لهذا الجريد، انا بركاني مسيره موفقه، نتمناو فريق النهضه البركانيه باش يكون في اوج عطاء ديالو ويدي هاد العبره. وكما نقولوا حنايا السوبر كوب وجهه نظري نهضه بركان، يعني كي جابها كي ما جابهاش، لكن نتمناو ان شاء الله ونتمناو باش يكملوا المجهودات ويردوا الاعتبار للكره المغربيه. خويا ميموني شكرا جزيلا والسلام عليكم. تبارك الله عليك خويا عبد الصمد، وموعدنا غدا ان شاء الله. بالسلام عليك، تحياتي خويا عبد الصمد هرو، كنت مباشره معنا من مدينه بركان العزيزه. الاخوه الكرام نحيوكم ونتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير. بارطاجيو معنا هاد لا فيديو ديال هاد الليله اللي كان ساعه وربع ساعه ديال البث المباشر، تحليل مباراه الزمالك والضيف ديالو الرجاء الرياضي البيضاوي، المباراه التي انتهت ب هزيمة الرجاء ب4-1، مجموع أهداف المباراتين. إذن نتمنى دائما تكونوا بخير على خير، البارتاج الإخوان في الفيسبوك وفي الصفحات الفيسبوكية في الجروب، وديروا لنا أبوني القناة أنا بركاني إلى ممكن، وبارتاج بارتاج ولي جام ولي كومنتير. تحياتي الإخوة الكرام، غدا نهضة بركان، وإن شاء الله غدوة النووي غادي يكون في بركان مسجد مدران، غدوة إن شاء الله غادي يجي البركان ويكون ان شاء الله جديد ونعلمكم. والبحراوي راه اللاعب اللي تصبر كان سجل اليوم مع المنتخب ضد النيجر، سجل واحد، وكذلك اللاعب ديال مولوديه كذلك سجل واحد. تبارك الله على الاورينتال فاميلي. دائما تكونوا بخير وطوب الاخوه الكرام، السلام عليكم، وعدونا غدا ان شاء الله. شكرا الاخوه.